حنا الان كنتواجدوا في احد الاماكن اللي دار فيها استغلال ديال الفوسفات ودارت اعاده الهيكله ديال لو تيران ابري اكسبلواتاسيون. دونك لاغيبيتاسيون مينيير والاعاده الهيكله فهي عباره على واحد المرحله اللي زدناها لاشين دو برودكسيون ديالنا اللي لوبجيكتيف ديالها هو اننا ابري ما كندوز استخراج ديال الفوسفات كيبقاو عندنا دي كافاليي دو ستيريل اللي كنجيو كنديروا لي مويان اللي عندنا كنديروا واحد المساحات اللي هي مستويه واللي الهدف ديالها هو اننا نغرسوها بار لا سويت. لي لوبجيكتيف هو اننا تعطينا الخطوريه او نيفو ديال لامين تعطينا واحد لا دوزيام شونس لهاد لي تيران اكسبلواتي واللي يلفون تيتغ بار لا سويت اكسبلواتي لوكالمون دون لو كادر ديال لوكو سيستيم. ولا فيزيون اللي عندنا هي اللي كنا غادي بها هي واحد 200 هكتار بارون 200 هكتار باسكو كان اكسبلواتي 100 هكتار في الاكستراكسيون ديالنا سيتادير 200 هكتار كتكون ديجا 100 ديال لو باسي و 100 لي اونكور ديكسبلواتاسيون. الان عندنا واحد لوبجيكتيف واحد لومبيسيون اننا نمشيو ل 400 هكتار بارون باش اننا من هنا 2030 ان شاء الله نكونوا سالينا كاع لي كافالي باش نقدروا نجحوا هذه العمليه ديال الريابيليتاسيون. دونك كاين واحد لونغاجمون ديال مجموعه ديال الاطور ومن طبيعه الحال كاين واحد لا كولابوراسيون مع ليمسي سبي دو بنغرير اللي كنديفلوبي اون باراليل سيت مين اكسبيريمونطال تو سكي اون غولاسيون افيك لو سول وكان ديفلوبي ولا ديجا درنا ان بروجي ديال 200 هكتار ديال ليتيليزاسيون ديال غوت ا غوت او نيفو ديال لامين. والان فحنا بصدد ديفلوبمون ديال واحد البروجي اللي هو عباره على ليغيغاسيون انتيليجونت ولا السقي الذكي مع الناس ديال ليم سي سبي اللي لوبجيكتيف ديالو هو اننا نعرفوا المده والوقت اللي غادي نقدروا نارزيو فيه لا بلونط وبهذا غادي نكونوا فريمون اوبتيمينيزينا في لا كونتيتي ديال الماء اللي كان اوتيليزي. دونك اعاده الهيكله بغرس الاشجار الغابويه المثمره. دونك هنا هاد الاشجار المثمره اللي كتوالم الجو ديال الطقس ديال المنطقه ترحمنا اللي هو مناخ جاف وتتميز بالحراره ديالو وهاد الاشجار ما كتحتاجش بزاف ديال الماء وكنسقيوها بالمياه اللي كتجينا من اعاده تدوير المياه صرف صحي لهاد الاشجار. تم الاختيار ديالها مع اون كولابوراسيون مع جامعه محمد السادس المتعدده التخصصات في بنغرير ودرنا واحد العمليه ديال التربه درنا واحد الخليط ديال التربه ديال لي 3 سو برودوي اللي ايسو من لوبيراسيون ديال استغلال الفوسفات. درنا لي فوسفو جيبس ولي بو دو لافاج ولي بو دو ستيب درناهم بواحد الخليط متجانس اللي داز في مختبرات ديال الجامعه وعطاونا واحد الخلطه كنديروها باش تعوض التربه اللي كاينه في لاتير فيجيتال وعطات الاكل ديالها. حنا دابا بصدد الحصول على الايزو علامه الايزو 14001 مرجع 2015 اللي كتعنى بالبيئه. في اطار مشروع اعاده تاهيل الاراضي الفوسفاتيه هو مشروع كيندرج في ينخرط في الرؤيه ديال مجمع شاي الفوسفات في اعاده تاهيل الاراضي المستغله وغير المستغله اللي في ملكيه مكتب شاي الفوسفات. هذا المشروع ياتي في ثلاث مراحل على ثلاث سنوات من أجل غرس 100,000 شجرة من مختلف الأشجار الغابوية. السنة الأولى اللي احنا فيها الآن تم غرس لحد الساعة 26,164 شجرة من مختلف الأنواع الأصناف الأشجار الغابوية. أعطت الانطلاقة ديال المشروع في 22 مارس 2020 احنا الآن تقريبا في الشهر التاسع. الرياليزاسيون والإنجازات اللي كاينة الآن هي 20.6 هكتار اللي تم غرس ديالها بمجموعه 26,164 شجرة وهو مشروع كيدخل في إطار الحفاظ على الموروث البيئي والطبيعي ديال الأراضي الفوسفاتية. سيتم إطلاق المشروع ديال تتبع وتقييم ما تم إنجازه في أفق غرس كما قلنا 100,000 شجرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.